الطفل هرب من هجوم الكلاب الضالة، ولدى هروبه منها انحرف بدراجته الهوائية إلى الشارع الرئيسي، فصدمته سيارة أحدهم. هذه الكلاب الضالة الموجودة هنا تهجم باستمرار على المارين من الشارع، وفي وقت سابق أيضا شنت هذه الكلاب هجوما وعضت الكثير من الناس. أحد الأطفال كسرت قدمه بسبب هجوم هذه الكلاب. هذه ليست المرة الأولى.